إلى أين أنت ذاهبة؟ توقفي هنا أمرك. ما هذه الجلبة؟ ليس لي إلا المقدم حسن يستعين لحقي، ولكن أين هو؟ مقدم حسن! إلى أين أنت ذاهبة؟ يا مقدم حسن! توقفي أمرك. من منكم المقدم حسن؟ كفاك صراخا يا امرأة، وقولي ما هي شكواك. حسن، أريد أن أشتكي للمقدم حسن رأس الغول. أهو أنت؟ نعمة الله عليك يا امرأة. ألست المقدم صلاح الدين الكلبي؟ نعم أنا هو، قولي ما عندك أو غربي عن وجهي. حسن حسن، اسمع يا سيدي. أهكذا تقابل من يلجأ إليك عادة يا مقدم صلاح الدين؟ دليلة؟ نعم دليلة. أقسم إنني لم أعرفك. بل أنا واثقة من ذلك. دعونا من هذا الكلام وأخبراني أين يكون رأس الغول الآن. النجدة يا مولانا الوالي، النجدة يا مولانا الوالي، النجدة يا مولانا الوالي. خيرا خيرا إن شاء الله. ساعدني يا سيدي، ساعدني ودلني كيف أصل إلى مولانا الوالي. وما حاجتك إلى الوالي؟ ليس بمقدور أحد أن يساعدني سوى مولانا الوالي. سيكلفني بمساعدتك بعد أن يسمعك، فأنا صاحب شرطته. المقدم حسن رأس الغول. نعم، قولي ما حاجتك. يا سيدي، إنه زوج ابنة الظالم، قيده ولديها وأنزلهم في قاع البئر. أحقا ما تقولين؟ لن تصدق ما أقول حتى تراه بعينيك. الويل له إن كان ما تقولين صحيحا. خذيني إليه حالا يا خالة. حماك الله يا مقدم حسن، حماك الله ورعاك. حماك الله يا مقدم حسن، حماك الله يا هذا هو البيت. حسنا تريث، أخشى أن يؤذيهم إن دخلنا سويا. ماذا تقترح؟ أقترح أن تدخلي وتصرخي واتركي الباقي علي. حسن يا سيدي. طيب. أين هو ذلك الوقت؟ لم أجده يا سيدي، أخشى أن يكون قد فعل فعلته وهرب. إنه تابعي سالم ويسير معي دائما مثل ظلي. انزل في البئر يا سالم. حماك الله ورعاك يا سيدي. هل هناك أحد؟ حماك الله ورعاك يا سيدي. هل تسمعني؟ لا يبدو أن هناك أحدا يا سيدي. أنجدني يا سيدي، أرجوك أنجدني. ربما نقلهم إلى جهة مجهولة، سينفذ تهديده بلا شك. أي تهديد هذا؟ أن يحرمني ابنتي وأحفادي. أرجوك يا مقدم حسن، أرجوك يا مقدم حسن، أعد لي ابنتي وأحفادي أرجوك. سأكلف رجالي بالبحث عنهم. أخبري تابعي سالم عن اسم ابنتك وأحفادك وصهرك وصفاتهم، واتركي الباقي على الله ثم علي. بارك الله بك وحماك يا سيد حسن، بارك الله بك وحماك. أستغفر الله، أنت بمقام والدتي. لا تقلقي يا خالة، سأعيدهم لك سالمين. حماك الله ورعاك يا سيد حسن، حماك الله ورعاك. ما اسم ذلك المجرم يا خالة؟ نكد. نكد؟ أجل، نكد الإسكندراني. يا له من اسم غريب. Jana!